هذه طريفة يعني، طريفة من الطرائف. ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في المجلد التاسع الصفحة 119 ضمن تعليقه على دعوة النبي صلى الله عليه وآله على معاوية لا أشبع الله بطنه، لنستمع إليه ماذا قال. يقول بالنص: فما شبع بعدها وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه، أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام أميرا كان يأكل في اليوم 7 مرات يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منها، ويأكل في اليوم 7 أكلات بلحم، ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا، وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. شفتوا الفضيلة شلون؟ يقول انتفع بها في الدنيا والآخرة هذه الدعوة، يقول هذه المعدة كل الملوك يتمنونها. يعني هذا الملك سلمان إلى الآن كرشته ما بينت، اللي قبله كان عنده كرشة، عبد الله كان عنده، سلمان أي فهدم كان عنده كرشة، أما سلمان إلى الآن ما مبين. محمد بن سلمان صاير لي رياضي سبورت حضرته، فما طلعت له كرشة إلى الآن. فهؤلاء يبدو أن الفضيلة يعني تنقصهم هذه الفضيلة، يعني لا أشبع الله بطونهم، خلي تطلع لهم كرشة مثل معاوية. يقول: وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك، يأكل يوميا 7 مرات ولحم بصل ومن الحلوى والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: والله ما أشبع وإنما أعيا، أتعب من كثرة الأكل. إيه؟ بس العجيب أنه هذا الذي يستحقره الإنسان، يعني الإنسان السوي إذا ما رأى شخصا يأكل ويأكل ويأكل كالبهائم ولا يشبع، عليكم السلام ورحمة الله، فهذا الإنسان يزدرى يحتقر. إيه؟ العجيب هو هذا، أنه يفترض أن ينظر إلى هذا الذي أصيب به معاوية على أنه تحقق لدعوة النبي صلى الله عليه وآله عليه، مرض قد أصيب به، وإذا بابن كثير يعتبر هذا الأمر نعمة لا نقمة، والحال أنه نقمة. يقول: وهذه نعمة ومعدة يرغب فيها كل الملوك. زين، هذا انتفع بالدنيا هكذا حسب زعم ابن كثير، مع أنه الأكل الكثير يا ابن كثير هذا يجيب أمراض أصلا، هذا يدمر الإنسان، هذه ليست نعمة. من يقول هذا أنها نعمة؟ العكس تماما. بس شوف العقلية البكرية دائما هذه مشكلتها، تمشي بالمقلوب، تفسر الأمور بالمقلوب. الإكسير البكري بعد